مع مرور ما يقارب 10 أعوام على سيطرة ميليشيا الحوثي على اليمن، تحتفل الميليشيا بما يسمونه عيد الغدير أو ذكرى الولاية، وتوظف الدين والتاريخ والجهل لإخراج اليمن من سياقه الحضاري وتطلعاته الحديثة، وتغذي بها عقول المواطنين في مناطق سيطرتها سعيا لتطييف مجتمع عاش في ظل الجمهورية نصف قرن وقطع شوطا كبيرا في حياة المجتمع اليمني. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. قبل ثورة 26 سبتمبر 62900 ميلادية، عانى اليمنيون من حكم الإمامة الأمرين، وكانت عملية تكريس الخرافة ورعاية الجهل من قبل الحكم الإمامي آنذاك أسوأ الجرائم التي مورست ضد الشعب اليمني العظيم، ما جعل البلاد خارج التاريخ لعقول طويلة. وها هي تعود الإمامة من جديد بثوبها الجديد، وتعمل ميليشيا الحوثي الإنقلابية اليوم، تعمل ليل نهار لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء واختطاف الوطن مجددا لإعادة حكم الإمامة عبر نشر الخرافة وتكريس مبدأ الرضوخ للتمييز العنصري الذي يقوم عليه نهج الميليشيا. لا يمر أسبوع دون افتعال حدث يكرس للكهنوت مساره، من ادعاء ما يسمى عيد الغدير إلى مناسبات مختلفة تهدف إلى ترسيخ مؤدلج في مناهج التعليم ووسائل الإعلام عن نظرية الاصطفاء الإلهي، والتي تجعل احتكار السلطة في فئة محدودة دون البشر بادعاء نسب زائف وأقوال خارج إطار المنطق والعقل، يقوم على تمييز عنصري وطبقية مقيتة تضرب عرض الحائط بكل القوانين والقيم الإنسانية، وتدوس على إرادة الشعوب في اختيار حكامه وأسلوب حياته ونهجه. إن تكريس الخرافة اليومية من قبل الإمامة بما تسميه الاصطفاء الإلهي ليس فقط كذبة مفضوحة، ولكنها جريمة معلنة ضد الشعب والقيم الإنسانية، تمزق المجتمع وتنشر العنصرية والتمييز، وتطلق يدها لنهب المال العام والممتلكات الخاصة، كل شيء مباح ما دام الاصطفاء الإلهي أخرجها من نطاق البشر وقذف بالناس إلى مهالك الخضوع، وذلك لا يمكن أن يقبله الشعب ويعمل كل يوم جاهدا على إزالته. وستذهب الخرافة وحاملوها ذات يوم إلى حيث يجب أن تكون في مزبلة التاريخ مع خرافاتها المزعومة باسم الأحاديث عن الغدير والولاية الكاذبة.